أعلن الدفاع المدني في مدينة حلب السورية قتل حوالي 300 مدني جراء الغارات الجوية على شرقي المدينة خلال الأيام الخمسة الماضية، بينما أصيب أكثر من 900 مدني بجروح. وقالت مصادر ميدانية في سوريا إن 4 مستشفيات ميدانية ومركزا للدفاع المدني توقفت تماما عن الخدمة نتيجة القصف. من حلب مع إبراهيم الليث، مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني في حلب. مساء الخير، أهلا بك معنا إبراهيم. هل من إحصائية لعدد المشافي التي خرجت عن الخدمة، وماذا عن المشافي البديلة، ماذا يمكن عنا أن نعرف عنها؟ نعم أختي الكريمة، اليوم السادس على التوالي وهجم شرس من قبل الطيران الروسي وطيران النظام الأسدي على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، أكثر من 325 شهيدا حتى هذه اللحظة، وأكثر من 1100 جريح، مع ارتفاع عدد جرحى إلى أكثر من 1100 جريح، مع خروج 4 مشافي ميدانية في مدينة حلب المحاصرة عن الخدمة، مع بقاء بعض النقاط الطبية التي لا تستوعب الحالات الكبيرة التي تأتي من الجرحى. اليوم في مدينة حلب لا شيء سوى الموت، مدينة منكوبة بالفعل. أكثر من 150 جريح، وصلت منذ قليل حالات بسبب القصف القنابة العنقودية على حي الشعار إلى إحدى النقاط الطبية، هذه النقاط الطبية غير مجهزة بغرفة العمليات، هي هذه التي تطلقون عليها اليوم المشافي البديلة؟ لا، حي الشعار منذ النقاط الطبية، هي ما هي المشافي البديلة، هي نقاط طبية غير مجهزة بغرفة عمليات، هي فقط للضماد، إسعافات أولية للإسعافات يعني. الأولية، أما نعم بالتأكيد هي فقط للإسعافات الأولية، أما هي غير مجهزة بغرفة عمليات. اليوم أثناء زيارتنا لأحدى النقاط الطبية كانوا يجرون عمليات فتح قلب في إحدى الكليدورات في احدى النقاط الطبيه، هذا يدق ناقوس الخطر، في كارثه انسانيه وصحيه كثير كبيره في مدينه حلب، مع ازدياد حالات الجرحى في مدينه حلب بشكل كثير كبير، اكثر من 325 شهيد منذ 5 ايام الى اليوم، حلب منكوبه بالفعل، مع بالنسبه لتضرر المرضى بعد استهداف المستشفيات، هل نتحدث ايضا عن تضرر مرضى داخل هذه المستشفيات أو أحد من الكوادر الطبية أيضا؟ نعم، تم استهداف 4 مشافي ميدانية في مدينة، ما أدى إلى اليوم تم وثق استشهاد مسعف من قبل المشافي الميدانية، وإصابة أكثر من 15 آخرين من الكوادر الطبية. من جديد بس الرقم، عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة حتى الآن في حلب. جميع مشافي مدينة حلب في مدينة حلب المحاصرة خرجت بالكامل عن الخدمة، ما بقي سوى بعض النقاط الطبية، هذه النقاط الطبية كم غير عدد مجهزة هذه كما قلت المستشفيات لك. التي خرجت عن الخدمة؟ 4 مشافي ميدانية خرجت بالكامل عن الخدمة. شكرا جزيلا لك إبراهيم من حلب، مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني هناك، إبراهيم الليث، شكرا.